إلى بريطانيا، حيث خلفت استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس ردود فعل دولية واسعة، فيما أظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية حزب المحافظين. الحاكم للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا أميمة سبيلة. أهلا أميمة. أهلا بك مريم وأهلا بمشاهدينا. هي أسرع استقالة إذن لرئيس حكومة في تاريخ بريطانيا، استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس بعد 6 أسابيع فقط، تظهر حسب المراقبين مدى الفوضى التي سادت السياسة البريطانية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي استقالة ليز تراس في أعقاب خلافات داخلية بشأن سياستها الاقتصادية، والتي تسببت في تراجع شعبيتها وتنامي الغضب في أوساط نواب حزب المحافظين. وأقرت تراس في بيان الاستقالة بأنها عجزت عن الوفاء بوعودها، خاصة خطة التخفيض الضريبي التي أحدثت اضطرابات في الأسواق البريطانية. وتوالت ردود الفعل الدولية، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتان دائمتان، وإن الأواصر القوية بينهما ستدوم. فيما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تستعيد بريطانيا استقرارها بسرعة. ومن جهتها، سخرت الدبلوماسية الروسية من إعلان استقالة تراس بعد 6 أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات، وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تيليجرام إن بريطانيا لم يسبقا شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء حسب تعبيرها. وأظهر أحدث استطلاع للرأي بين البريطانيين تدهور شعبية حزب المحافظين الحاكم إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد. وقال الاستطلاع الذي نشرته صحيفة The Guardian إن 14% فقط من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم يؤيدون حزب المحافظين الحاكم، وهذا يعني أن نسبة تأييد الحزب انخفضت ب5% بين البريطانيين خلال شهر واحد فقط. في المقابل، أيد 53% من المشاركين حزب العمال المعارض، وقال 11% إنهم سيصوتون لصالح حزب الليبراليين الديمقراطيين. هذا وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أجبر على الاستقالة في مطلع يوليوز الماضي بعد سلسلة من فضائح ما عرف بالبارتيجيت التي رافقت ولايته والتي استمرت 3 سنوات فقط. من جهة أخرى، أعلنت ليز تراس الانتخابات لاختيار خلف لها ستجرى بحلول الأسبوع المقبل، مضيفة أنها ستبقى في منصبها حتى يتم اختيار رئيس جديد للوزراء. كما أكد حزب المحافظين البريطاني أنه سيكون من الممكن إجراء اقتراع واستكمال انتخابات قيادة للحزب بحلول 28 أكتوبر الجاري. وبهذا فتحت استقالة رئيس الوزراء باب التنافس مجددا على زعامة حزب المحافظين وخلافتها رسميا في منصب رئيس الوزراء. ويحتاج المرشحون إلى ما لا يقل عن 100 تسمية من 100 زميل من أصل 357 نائبا محافظا، أي أن 3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين.